صلوا صلوا على رسول الله. فتح شفرات الشريحة، طبعا الجهاز تروت بالمعمل الروم العربي. أول حاجة هننزل بالأمر السوبر يوزر بالضبط، أوكي تزويد قبول تمام. طبعا قال أول حاجة نقوم بتثبيت هذا البرنامج بالضبط، بيجي تطلع الرسالة موافق تثبيت. تمت حمل البرنامج اللي بعده واللي بعده. لا انت تضغط نفس البرنامج ايوه الان اللي فوق. هلا الحين ما الابديت حقه، هذا برنامج ثاني. لا هو نفسه بيجي 3.8.1 الابديت حقه، لو مش هو بالبداية يطلع لي بيه. طيب الآن اللي شغال برنامج سوبر يوزر اوكي فيديو ابديتر وغيره ذلك. طيب طبعا البرنامج افتتح معك قلت ابديت 3.18 اوكي نعمل له ابديت لانه بيخرج الان من المرحلة هذه، من ناحية الصلاحيات بيخرج وبعيد تشغيل. أيوة خرج الآن، نعيد التشغيل خلاص. أول شوف كان في معلومة اسمه جيت أبديت، فتحته وعملت له أبديت قام خرج، عدت التشغيل. طيب امنح نشغل أبديت جديد انه ما يحتاج. طيب قلل الاس بي سي حقي، شوف قلب لو سمحت شوية. الان قلل الاس بي سي، قلل البرنامج الاول قلت لي ابديت ضغطنا عليه ابديت، الان شوف قلل الاس بي سي معنا هدية 40 4 3 2 4 نكتبها 40 4 3 2 4 40 4 3 2 4 نشوف الآن سمى اللوك مو نقل الآن سمى تشعر تيمز بليز اوكي ايش اشتريت صفحة الانترنت. اذا انا عجل التشغيل على ما قال هاي التشغيل خلاص اوكي، تم فك شفرة الشريحة، تم فك شفرة الشريحة بنجاح الحمد لله. هلا انلوكيد سيم يو اي سي انلوكيد اوكي، نعيد تشغيل الجوال ونشوف الان بتظهر الشريحة، لانه نلاحظ انه الشريحة من اول قليل بطاقة سيم غير صالحة معناته مغلق الشفرة. نعيد تشغيل الجوال نشوف قناة بنزل لكم شرح كاملا، ننزل لكم صورة إن شاء الله اللي ما أفتح لكم. قليل السبسي على الجوال خلاص، طبعا الطريقة سهلة، نكتب لكم إن شاء الله اسم البرامج. طيب أوكي أوكي تغطية الموبايل ظهرت الحمد لله، تم فك شفرة الشريحة مع رمضان الكريم والناس قاموا يصلوا. نشوف الآن اتصل، بس اتصال صغير كم الموبايل هذا واحد اوكي ظهرت الشريحة يمن الموبايل وين وجدت به اوكي. الله اوكي
وشكرا جزيلا، شكرا محمد، تبارك الله.